سياسه تبع الشركه ديالنا في مجال حمايه البيئه، وكذلك هذه عمليه قاموا بها جميع مدراء واطر وجميع الشركه للتعبير اولا عن تضامنهم ومع يعني مدينه ساكنه مدينه عين حروده، وكذلك مساهمه في الوطني لحماية البيئة. في الحقيقة هذه الفكرة هي مترسخة في الثقافة اليابانية اللي احنا كننتميو لها، لأن احنا شركة يابانية مترسخة في الثقافة اليابانية، ولكن كذلك مترسخة في الثقافة العربية الإسلامية، لأن الدين ديالنا الحنيف يقول النظافة من الإيمان، ولهذا فهذه حملة ديال النظافة. الهدف منه هو تسليم السكينة في الأرض والدور ديالهم في حماية البيئة في اعتبارهم اللي كيعيشوا في البيئة، ومن أجل تنمية ثقافة حماية البيئة وفي لاريجيون ديال عين حروده. قمنا بهذا أول عمل يوم بدون أجل من ناحية المعمل، وغنقوموا بأنشطة أخرى لحماية التكتيكية لحماية البيئة داخل المعمل وخارج المعمل لتحفيز جميع العاملين في الشركة بأهمية حماية البيئة تطوير وتطويرها بشكل عاكس على الصحة الشركة باش تنظم هذا اليوم لفائدة المستخدمين ديالها، من أجل حماية البيئة ديالنا، وذلك بالقيام بنظافة المحيط ديال الشركة ديالنا. وكيفشتو كان يوم يعني جيد، يعني كان المساهمة ديال كاع المستخدمين، وكان كذلك يعني واحد الرسالة تحسية للناس، يعني الجيران ديال الشركة محيط الشركة لأهمية نظافة